سعادة، لأن أصلا المناسبة هذه الله سبحانه وتعالى جعلها للاحتفال بعد رمضان وبعد صيام رمضان، يحتفل في عيد الفطر بعد الحج وأيام عشر ذي الحجة الفاضلة، يحتفل في عيد الأضحى. فمن الغريب أنه تجد ناس يعني عندها اجترار لناس فقدوهم ولا يروحوا للمقابر، مع أنه اليوم هذا يوم فرح. لا يعني عدم استذكارك الأحد أنك ما أنت بوفي في حقه أبدا، لذلك يجب الواحد أنه يفرح. سم يجب أنه يفرح بالضبط، ولأنك مأمور أصلا بالفرح. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وكان عندها جاريتين من الأحباش يغنون ويضربون الدف، فذهب إلى أقصى الغرفة الشريفة واضطجع وتركهم، لأنه يعني أقرهم على ما هم عليه. دخل أبو بكر رضي الله عنه فقال أبي مزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع غطاءه قال دعهما يا أبا بكر فإنه يوم عيد، يعني يجوز فيه ما لا يجوز في غيره، يوم احتفال يوم سعادة. احنا الحقيقة يعني يمكن عشنا بين جيلين مختلفين، أصلا التطور اللي تعيشه الإنسانية بشكل عام وبلدنا الغالي المملكة العربية السعودية تطور سريع جدا. يعني احنا عشنا ما قبل الطفرة، عشنا عيد الحوامة وأجواءه، عشنا إلى أن وصلنا إلى عصر السوشيال ميديا وعصر السرعة. لكن الحقيقة أنه فعلا ليس حنين للماضي لأنه ماضي فقط، لا، لأنه كانت الحقيقة طقوس فعلا فيها يعني احتفال بالعيد كما أمر الشارع الحكيم، كان فيه اهتمام جدا. يعني أنا أذكر عيد الحوامة على وقتنا، طبعا هو يكون قبل يوم عيد الفطر بيوم، فنكون نلبس اللبس الكامل اللي أعد ليوم العيد، ثم نبدأ يعني نتجول على البيوت ونطرق الأبواب، يقومون الصايمين بدون ما يكونون منزعجين لأنهم كانوا مستعدين هم، فاللي يطلع قريض واللي حلويات واللي يحط في جيوب هالأطفال اللي جايين بجلبة وصوت ويعني بأهازيج معينة، ثم يعني المحصول هذا عاد يطلع يوم العيد. يعني وش جمع الواحد غير الطقس اللي غير الطقوس اللي تكون عاد في يوم العيد، من الفرش في الحارة يجمعون الجيران وكل يجيب عيده. الحقيقة أنها يعني كانت فعلا مظاهر فرح وسرور تجعل العيد طعمه في يعني في مخيلتك إلى أن يأتي العيد الآخر. أنا أحمد الله سبحانه وتعالى أنه مد في أعمارنا وأدركنا هذه، لأن الإنسان إذا تنوعت عنده التجربة يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وأيضا إذا قارن ببلدان أخرى يعرف أنه في بحبوحة من النعيم ولله الحمد. إن كان من ختام لمداخلتي هذه، فيه نصيحة للناس اللي يستجرون المآسي في العيد، يستذكرونها في العيد. أنا مرة كنت أطالع مقالات في الصحف فوجدت كثير من الكتاب معنون لمقاله ببيت المتنبي عيد بأي حال عدت يا عيد، فأعرف أنه بيتكلم عن شيء مزعج وحزين. يعني القصيدة أصلا كانت في سياق سيء وفي هجاء الكافور الإخشيدي وفيها، فالبيت هذا يبتسر من السياق ويوضع، ويعني يوضع عنوان لأنه العيد الشارع الحكيم يبغانا نحتفل به، أنا لا نحتفل به لأني لازم أستدعي لمأساة معينة. أما نقول والله وين اللي العام معنا، هذا محل أبو فلان، ليه هذا اللي راح الكريم الأكرم الله يغفر له ويرحمه، وحنا الآن لازم نحتفل إحنا ونسعد، وهذا لا ينافي أن نحبهم وندعي لهم أبدا. فيعني أنا أعتقد أنه أنا من الصغر عشتها، يعني جوابا على سؤالك، وأحب الأجواء الفرايحية، وأنا الآن معكم والأبناء والبنات يجهزون جو فرايحي والأخوان والأخوات في البيت لكي نحتفل بالعيد فعلا، يعني نعيشه كما
ينبغي أن نعيشه في تعاليم ديننا الحنيف، نفرح ونسعد ونشكر الله سبحانه الله وتعالى. الله يجزاك خير. على فكرة ترى قضية حوامة العيد، وعشان بس يفهمها من هم أخواننا في الجزائر وفي تونس وفي البلدان هذه، الحوامة هي عبارة عن هدايا تجهز في البيوت، ثم يذهب الأطفال كل مع كيسة مثلا أو المخبات، هذه مباشرة نسميها المخبات الجيب هذا، فيبدون يطوفون يحومون على البيوت فيضربون البيت. تذكر من أول كنا نقول عطونا عيدنا، عادت عليكم، عادت عليكم أبي عيدي، عادت عليكم، عسى الفقر ما يجيكم، ولا يعني كانت هذه يكسر يديكم ورجليكم ولا يعني. فكان كان لنا الان 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 وحنا في البرنامج نهايتها يقولون النوخ الحمار ما ادري ولا المشي ولا نسوق، هذا ما اعطاك ولا نسوق، اي هذا ما اعطاك في شيء تقوله وتعاش عشان ما يهاوشك. الان وحنا نتكلم في البرنامج ايوه بعض احياء الرياض الان